السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني في بزاف ما درت فيديو بور انتظريزم، يعني احساس بالاحباط، ولات الهضرة ما تفيدش، ما عندها وين توصل، والواحد عيا وتاني مشاغل الدنيا نتاعه. بصح كاين واحد لي زيبان مو هكا اللي يظهروا من بون ما عمرهم ما كملوا، ولكن كاين دي زيبان مو اللي نظن بلي لاطاي تاعهم كبيره بزاف عن الانسان يقعد ساكت عليهم. من بين هاد لي زيبان مو دارنيير مو واش يحدث، يعينوا لكس ليوتنو نتاع الخاين الكبير شاكي بخليل، اللي هو السي عبد المؤمن ولد قدور، حطوه بي دي جي تاع سوناطراك. والغريب في الامر انه في نفس الوقت اللي جات هذه الحكايه نتاع البي دي جي تاع سوناطراك، جات الحكايه نتاع راوراوا، يعني كانه تزامن مقصود. والناس بطبيعه الحال يعني راهم عارفين بلينا ولينا الشعب في قمة السذاجة، لدرجة أنه الناس يعني ما راو بطتي دايرين بومبا على ركهم، أفوتوها من تحت لتحت. إنسان في قمة الخيانة، عبد المؤمن ولد قدور، اللي يعني السيرة الذاتية نتاعها تحكم عليه. الإنسان اللي كان على رأس شركة يسميوها بير سي براون روث كوندور، واللي ما نحكيش عن الاختلاسات التهمة اللي وجهتها لها العدالة الجزائرية، هي تهمة الخيانة العظمى، اسبيوناج او بروفي دون انستيتيوشن اترونجير، وسيد دار الحبس. مشي 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 لعب اوروبري جوستيس pour devenir PDG de la Sonatrach il ne faut pas avoir de diplôme, il faut avoir un casier judiciaire. دروك pour être un cadre de l'État, il ne faut pas avoir de compétences, il faut avoir un casier judiciaire. ورانا رايحين. والغريب في الأمر أنه أنا نشوف شلة من الأحزاب والمترشحين وهنا هم جايين وراهم باغيين يترشحوا للانتخابات التشريعية تحت مظلة هذا النظام. النظام هذا اللي ما خلاش حتى لنفسه فرصة أننا نشكو، ترك يقينا نظام خائن، نظام راشي مرتشي، نظام همه الوحيد هو البقاء في السلطة حتى ولو كان على أعناق شعب بأكمله، ما عندهش مشكل، حتى ولو كان على أجسادنا على جثثنا يقعد جاثم، ما عندهش مشكل، همه الوحيد البقاء في السلطة. علاش؟ لأن ما خافي كان أعظم. والحل الوحيد أنهم يموتوا في السلطة، بوتفليقة خصها يموت في السلطة، والسعيد بوتفليقة خصها يحط الناس اللي يقدروا كيش نقولوا يستروا عليه مدى الحياة. ونظن باللي لاريبي نتاع هذا عبد المؤمن سي اوسي اون بريباراسيون دو تيران بور شاكي بخليل باش كالكو بار عليك واللي بريزيدان على شلة. هذا بلد المعجزات، هذا كل شيء فيه ممكن، يعني ما تعرفش، هذا بلد الخيال ماشي بلد المعجزات، هذا بلد الخيال ماشي بلد المعجزات. اذا راكو تشوفوا يعني كيفاش سيستم كي من هذا، مازالت الناس جاية مأمنة باللي يقدر يكون فيه نوع من النزاهة ونوع من الشفافية ونوع، ألوركو هما يعلمون علم اليقين
باللي نظام فاسد مفسد كاذب درجة بالصغر، ما عندهش ليميت، ما عندهش. خلي لكم ليليا ديرا كرسي هكا، تروحوا تشوفوا تو لي زارتيكل اللي نكتبوا على هذا، على السي عبد المؤمن والقدور اللي زعما ما نحكي لكمش والله العظيم. والصفقات، صفقات واختلاسات و ايش مع لا اله الا الله محمد رسول الله، وحنا غارقين في سفاسف الامور في الشكيل. ناس راها تلعب بمستقبل وليداتنا، ناس راها تلعب بمستقبل كينونة ووجود الجزائر بحد ذاتها كلها، وحنا رانا لاهيين شكون البريزيدنت تاع الفيدراسيون، ورانا لاهيين الاحزاب اللي مانيش عارف كيفاش غادي نسميها، دوك نولي على بالك ندير لي فيديو ما نعرفش شنو نقول والله، دوك نولي ما نفرزش كاع. لا هي راه تبريباري التشريعيات، ما حباهي راه باغي يولي ديبيتي يا جماعه والله العظيم. والله ما راني شر البلية ما يضحك، أقسم بالله. يعني ميكي يستحيي أنه يجي العالم هذا اللي رانا فيه، ما تبلاش، ما تبلاش. ألور فوالا ميسيور، نوتر فوتور إي غارونتي، ما كان حتى مشكلة. و مازال يمكن هذا برك لمحة عن واش راهي السنانة، عن واش راهي السنانة. هادو هما الناس اللي خيرونا ما بين انه تبلعوا فمكم ولا الجزائر تولي كي سوريا وكي ليبيا وكي وكي وكي. نظن بلي الواجهة اللي رانا رايحين لها، الانسان الليبي يمكن راه عايش في القتيله وف بصح نظن بلي مازالها ما ولاش ايفاسي. الانسان السوري نظن بلي مازال ما ولاش ايفاسي، مازال عندها وجود، ولو حتى حنا حتى الوجود هذا راه غادي يمحى، غادي يخنسونا باحق معنى الكلمه، غادي يخنسونا، يردونا خنف كاع كيما رانا. هذه اللي راه رايح، انه الجزائري دروك لازم يعيش ما عندهش عرض، ما عندهش شرف. الحل الوحيد هذا هو تبلع فمك، ام يغتصب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اني قلت لكم دروك فوالا، مونيسي فو دو كازي جوديسيير، عمرو لي كومبيتونس تاعكم في الكازي جوديسيير، ما تعمروهمش في السي في، بالك وزاري فينير مينيستر دو لينيرجي ولا بريزيدون تاع بريزيدون ديريكتور جينيرال تاع لا سوناتراك، درش تعرف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.